حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا وعلى الهواء مباشرة عبر الهاتف سعادة النائب إبراهيم النفيعي عضو مجلس النواب. سعادة النائب أهلا بك في نشرة الثالثة، وبعد التحية لو تعرفنا على أهم ما جاء خلال المؤتمر الطارئ المنعقد للاتحاد البرلماني العربي اليوم ودور المجلس النيابي في هذا الصدد. شكرا أخي الكريم. طبعا شاركت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب اليوم بأعمال الجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة عن بعد لبحث الأوضاع التي تمر بها القدس الشريف والمسجد الأقصى وما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين، إذ أكدت موقف مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، كان وسيظل دائما وابدا ثابتا ومناصرا للشعب الفلسطيني الشقيق في استعاده حقوقه المشروعه في ارضه واقامه دولته المستقله وفق مبدا حل الدولتين واستنادا لمبادره السلام العربيه وقرارات الشرعيه الدوليه ذات الصله. كما نعرف من خلال مشاركتنا عن رفض واستنكار مجلس النواب للاعتداء القوات الاسرائيليه على المصلين في المسجد الاقصى، ما يشكل تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني والتعرض للمصلين في هذا الشهر الكريم وما يمثله من قدسية ومكانة في نفوس المسلمين جميعا. كما نؤكد رفضنا القاطع للممارسات اللا إنسانية، وإن تلك الممارسات المدانة تمثل واحدة من أبشع صور الاعتداءات على الحق الإنساني وتضع الضمير العالمي على المحك للالتزام بواجباته التي تنطلق من كافة الأديان والمواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وتعد مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية وتجر المنطقة إلى مستويات جديدة وخطيرة من عدم الاستقرار وتهديد السلم. كما نؤكد رفضنا للخطط الإسرائيلية لإخلاء منازل مواطني القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها باعتبارها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية وتقوض فرص إحياء عملية السلام لتحقيق أمن واستقرار المنطقة. وإننا مستمرون بدعم ومناصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ورفض الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. نعم سعادة النائب إبراهيم النفيعي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.